كلنا عارفين اللي اختشوا ماتوا، لكن اللي موجودين عندنا واللي موجودين في الفيديو اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي دول اللي ما بيختشوش. اللي اختشوا ماتوا، لكن انا هفرجكم على اللي عمرهم ما بيختشوا وعمرهم ما هيختشوا في يوم من الايام. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. تملي اللي عنده مشكله وعنده نقص يوصف الناس ان هم اللي عندهم مشاكل وعندهم نقص. تخيل عفة فشار بيطلع ويقول لك ان الاعلاميين في قناة النادي الاهلي والاعلاميين بشكل عام بيقدموا كلام فاضي، كلام ملوش علاقة بالواقع، مش يتكلموا مثلا على لعيبة مثلا معينة ولا على مباريات معينة ولا يتكلموا فني، لا ده بيطلعوا يتكلموا في اي كلام فاضي. سبحان الله يا اخي، كأنه واقف في مراية وبيوصف نفسه هو وباقي الحلوين اللي بيجوا معاه وبيقولوا كلام فاضي ملوش علاقة بالنادي الاهلي. تبص تلاقي احمد جمالات يقول له ايه، يقول له شعبية مين الاكتر، الاهلي ولا الزمالك؟ طب شعبية النادي الاهلي في الخليج، طب شعبية مش عارف، طب الحكم الفلاني. ايه ده، هو ده اعلام؟ هو ده اعلام؟ انت مسمي ده اعلام؟ طب لو انت مسميه اعلام، ما انت هو بتنتقده في نفس الموقع وفي نفس المكان اللي انتوا بتطلعوا بتقولوا فيه الكلام اللي انت بتقول عليه ان الاعلاميين بيعملوا كده. حاجة غريبة وعجيبة. ويطلع الاخ اسلام المسمى او المشهور بمسيلمة يطلع يقول لك ايه، الاهلاويه بيزعلوا والزملكاويه بيزعلوا، لما احنا بننتقد النادي الاهلي الزملكاويه الاهلاويه بيزعلوا، لما بننتقد نادي الزمالك الزملكاويه بيزعلوا. هو فين النقد بتاع نادي الزمالك؟ ده البوصله بتاعت البرنامج موجهه بشكل مباشر للنادي الاهلي فقط لا غير. ثم انت مسمي الكلام اللي بتقولوه في البرنامج بتاعكم ده اسمه نقد؟ لما واحد يقول لك دي خطة لشوح اللي في رصيف نمرة 5 واقف زي لشوح كده ملوش علاقة بالكورة، لما يقول لك ده طويل وهبل زي رضا، زي كان بيتكلم على بدر بنور رضا عبد العال، بيقول لك ده طويل وهبل زي مش عارف مين في صرمة في فيلم المتسول، يقول لك لا ده طويل وعامل زي احمد بدير في هراس جاي، ده موسيماني عامل زي كرشه مش عارف فين، ده بكرش وقصير وعامل مش عارف ايه، ده حلق حوش مش عارف ايه، ده وشه نحس، ده قدمه فقر. ده تحليل فني؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا مصدقين الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ هو الناس مش متابعاكم؟ هي الناس مش شايفاكم؟ هي الناس يعني انتوا بتكلموا وبتخاطبوا؟ اذا في مثل بيقول لك ايه؟ او مقوله بتقول لك اذا كان المستمع، اذا كان المتكلم عاقل او المستمع مجنون يبقى المتكلم عاقل، او العكس اذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. فاحنا عقلاء عندنا عقل بنوزن بيه الكلام قبل ما يخرج من البني ادم، ربنا خلقه له مخ بيفلتر الكلام، لكن انتوا اي حاجه بتيجوا على بقكم بتقولوها. يعني انتوا بتتهموا الاخرين ان هم ما عندهمش حق وناس وحشين وناس بتاع وانتوا كويسين، على الرغم ان انتوا اصلا بتعملوا نفس الكلام اللي بتنتقدوا بيه للناس او الاشخاص الاخرين. حاجة غريبة وعجيبة. مش هطول على حضراتكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اللي ما بيختشوش ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي، اختي المحترمة الاهلاوية، دعمكم مهم، اللايك والشير مهمين جدا لرفع الفيديو وتأكيد ان الفيديو ده مهم لدى اليوتيوب او الفيسبوك. فما تبخلش علينا بلايك وشير للفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناة كل الاهلاوية الاهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اللي ما بيختشوش ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. خلاص انما في ناس يا كابتن هيفا عايزه طول الوقت الدنيا يلعب عشان دلوقتي ما فيش كوره، ما عايز الدنيا هاديه، بس الدنيا نار. ازاي ان ده يرد؟ ازاي ان ده يتكلم؟ ازاي ان ده رمضان انتوا لسه من كام شهر كده كنتوا ماسكين امام ده وفاتحينه، ده في تاني بعيدها ده برنامج يخص قناه نادي الاهلي اللي كانوا عاملينه الاستاذ ابراهيم المنيسي والباشمهندس عبد الفتاح اللي كانوا عاملينه في امام. لما تنسى خلاص، عارف عبد الله، لما تنسى الهدف انت اعلامي وتحيد علشان حاجات شخصيه او اهداف لناس اخرى، ده اللي موجود في الاعلام دلوقتي او اغلب الاعلام اللي موجود. بمعنى ان الهدف الاساسي من الاعلام الرياضي هو نهضه
للاعلام للرياضه يعني ازاي ننمي ازاي نتكلم فيما يخص هنتكلم على الكوره بما ان احنا لقينا كوره يعني ان احنا نطور الكوره بتاعتنا. انا ما بشوفش اي برنامج حتى يعني برامج رغي فقط لا غير انما جيب لي من يعني مثلا انا ممكن اتكلم عن لازم اسمعها يعني ممكن اقول مثلا طيب يعني ايه بلاش يعني زي ما قلت لك ان دايما رضا عبد العال ومحمود ابو الدهب كلامهم بيثير الجدل وهو امر طبيعي. كلام رضا عبد العال احيانا لو قالوا على الاهلاويه او الزملكاويه يعني ما بيعجبهمش لما بيكون الكلام مش على المزاج او على او وفقا للاهواء الشخصيه وتحديدا كمان بيكون في حملات او ايا كان بقى الكلام اللي بيتقال هو الواحد ما بيبصلوش ولا ينظر اليه. نفس الامر بالنسبه لمحمود ابو الدهب برضه بيكون في عليه بعض الحملات من جانب بعض الزملكاويه برضه لا ننظر اليه ومكملين زي ما بقول لك في شغلنا عادي جدا جدا. فبالتالي لازم هتكون سياستنا زي ما بقول لك وبفضل اقولها لك خلال الخمس سنين وداخلين في خمس سنين اهو كل سنه وانتم طيبين وقبل ما يبقوا 10 و15 و20 و25 سنه مكملين بنفس السياسه. فبالتالي يعني مش هنضحك على الناس ومش هنتبع اي ضغوط او اي ممكن حملات. كل ده يعني بتعمل بهدوء بنحترم الجميع زي ما بنقول بنحترم كل الانديه وكل اللاعبين لكن في نفس الوقت بنوضح كل بنوجه النقد والنقد احيانا اللاذع اللي ممكن بيكون صادم للبعض سواء لجماهير. طبعا انت بتتكلم في اكبر ناديين الاهلي والزمالك فمن المفترض ان انت بتقول الحقيقه ما بتركزش ابدا على ان انت ترضي طرف على حساب الاخر او على حساب المشاهد او على حساب الواقع او على حساب الحقيقه. والحقيقه احيانا بتكون صادمه. مر 2023 السنه اللي فاتت ودي اول حلقه في 2024 ومن المفترض ان انا اسرد لك كل اللي عملناه في البريد ومن المفترض ان انا اطلع اتكلم النهارده رضا عبد العال قال ايه وابو الدهب قال ايه وطلع كلامه صح. وعندي على فكره ما يعني فريق الاعداد مجهز ملف كامل باللي الكابتن محمد فاروق انفرد بيه هنا من اخبار باللي الكابتن رضا عبد العال قال من اراء وثبتت. اهلا بحضراتكم مره تانية. سمعنا اللي اسمه محمد على الله بيتكلم وبيقول لك ده عدل القيع بيقول مش عارف ايه وكانوا بيقطعوا امام عاشور لما عمل اي لاعب غلطان يتقطع رقبته ما فيهاش فصال ما فيهاش جدال. لو لاعب من النادي الاهلي غلط ما فيش اي طريق للرجوع او اي طريق للعوده. ما عندناش احنا بنبيع لاعب او نعرضه للبيع ونيجي بعد كده نجدد له ونقول له خلاص عفى الله عما سلف. لا ما عندناش الكلام ده. لما لاعب يوقع على عقوبه لازم تنفذ العقوبه. ما عندناش حنفي في النادي الاهلي. لما كهربا غلط وهزر مع الشناوي وابتدى يسوق في الهزار عارف ان الله حق وبيشعل الصراط المستقيم لما اتخصم منه مليون جنيه. لكن في نادي الزمالك كانت العقوبه تطلع بالليل او تطلع بالليل يصبح عليها الصبح تسيح وتختفي وتتلاشى وكأنها مش موجودة. ولكن كلكم واللي اسمه عفة او عفة فشار ده كوم تاني بيطلع ينتقد الاعلاميين الرياضيين وبينتقد الاهلوية وبينتقد يعني البرامج الرياضية اللي ما بتقدملوش اي حاجة من رأيه. هو انتوا بتقدموا ايه اصلا غير اسفاف يا احمد يا جمالات انت وعفة فشار ومحمد على الله بتقدموا ايه المقنع وايه المفيد اللي بتقدمه البرنامج غير كله قلة ادب وشتيمة على النادي الاهلي قلة ادب وشتيمة على كهربا قلة ادب وشتيمة على امام عاشور. في حاجة تانية بتقدموها غير كده؟ بس فعلا في مثل قال لك تكلم الزملكاوي يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. واسلام صادق نفس الامر بيدعي ان الزملكاوي بيهاجموا ابو الدهب علشان ابو الدهب بيقول حاجه. ده ابو الدهب بيعارض رضا فندي عشان بيقول مغالطات وبيقول حاجات غلط. لكن لا بيغلط في الزمالك هو ولا بيقول ده بقول على الزمالك ولا بيقول ده لاعب نحس ولا بيقول ده طويل وهبل ولا بيقول المدرب فيه وفيه. بالعكس الراجل محترم جدا وما بيغلطش في اي حد زملكاوي نهائي. انتوا كلامكم كله متجه للنادي الاهلي لان اللي بيقبضك يا اسلام واللي بيقبض احمد جمال بيقول له قول كذا وما تقولش كذا. السكريبت اللي بينزل بشكل رسمي ليك وليهم. بس انتوا عمركم في الرياضه المصريه حبه
حلوين قد كده. طول ما انتوا بتلبلبوا على النادي الاهلي هتلاقوا ناس بتخش ترد عليكم، وهتلاقوا مشاهدات، وهتلاقوا يعني تفاعل عالي، ولكن في المحصلة ايه؟ انت تاريخك ايه يا اسلام؟ هات كده قول مثلا، قول مثلا قول ابراهيم فايق واسلام صادق، انهي افضل؟ انهي افضل فيهم؟ طبعا ابراهيم فايق. هتقول مثلا هاني حتحوت واسلام صادق، حتى الاثنين زملكاويه، هقول لك لا ده هاني حتحوت افضل. انت لو وضعت نفسك مع اي حد في الاعلاميين هتطلع انت اسوأ واحد يا اسلام يا صادق، ومع ذلك بيطلع بيجاهر ويداهي ويقول انا ليا 5 سنين وليا 6 سنين. طب ما احنا ممكن نطلع، لا انا لو الاقي حد يتبناني، او انت لو انت اللي بتتفرج عليا دلوقتي احسن مني مليون مره، لو تلاقي واحد يعمل لك قناه تطلع تتكلم احسن مني واحسن من اسلام واحسن من شوبير واحسن من اي حد. بسيطه سكريبت ياه وتقرا وتخبط. هو انت بتقول ايه؟ بتجيب حاجه من بيتكم؟ ومع ذلك يطلع يقول لك ايه ده احنا بنتنبأ بحاجات وحصلت. ما هو شيء طبيعي لما تفضل تهاجم مدرب من اول ما يستلم لغايه ما يمشي، تقول مش انا قلت لكم اهو، ده حتى وهو بيكسب بتهاجمه، حتى وهو كسبان بطولات بتهاجمه عشان تثبت وجهة نظرك او عشان تراضي اللي بيقبضك بالعملة الصعبة. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي اللي هلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مرة تشوفني اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناة كل الاهلوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.